صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الابتسامة، جمعة مباركة. نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، الله يبارك لكم والله يتقبل منكم هذه الأيام، هذه العشر المباركة. الخطيرة ديال اليوم على العطلة الصيفية، غالب الأحيان الناس كاملين في هذه العطلة الصيفية يخرجوا كونجي إما من بعد العيد إما في شهر 8، ولكن غنخليو هذه العطلة الصيفية الخطيرة هي على كيفاش نستافدوا من العطلة الصيفية. أول حاجة الله يخليكم ديروا خطة للعطلة الصيفية، ماشي خطة إلزامية ولا شي حاجة اللي غتورك عليكم، مي خطة أشنو بغيتي دير في هذه العطلة، بشحال باش بغيتي تخرج. نعطيو مثال، شحال المسافة اللي بغيتي تمشى ولا تجري في هذا الشهر 8 ولا هذه المدة ديال العطلة اللي غتكون عندك؟ شنو هو الكتاب اللي بغيتي تقرأ؟ حدد النية ديالك من ذاك الفعل ديال العطلة، حيت العطلة ماشي هو انني غنبقى نعس وناكل نعس وناكل، حتى ملي غدوز غدوز في النعاس، كلشي ما تحسش بيه كي دازت، ولكن استفدتي، قضيتي واحد الكتاب، درتي الرياضة، تبعتي واحد النظام الغذائي اللي كيعتمد على النباتات حلب الصيف. النظام الغذائي الصح، النظام الغذائي هو نظام غذائي اللي يعتمد على الخضر والفواكه لأنهم مليئين بالماء والأملاح المعدنية باش يخليوك تستافد ويخليوك تسترجع اللياقة ديالك، لأن في الصيف الجسم كيكون في واحد الإكراه ديال الحرارة ديال الجفاف ودير العياء مع قلة النوم. يعني أحسن نظام غذائي اللي تقدر تتبعه هو هذا، وتجربه في هذه المدة ديال عطلة الصيف. بغيتي عندك كتب وبغيتي تقراهم، بشحال من كتاب بغيتي تقراه؟ أنا غنقسم معكم الخطة ديالي ديال الصيف. عندي بعض الكتب ديالي اللي شاريهم ولكن بقى ما قريتهمش، هذه هي الفرصة فين غنقراهم، لأن ما غنكونش خدام واحد المدة طويلة، انا واخد 10 ايام ديال العطله. هاد 10 ايام هادي غنستافد منها نقرا دوك الكتب، غنحاول يوميا نجري ونجري مسافات طويله، ونحاول ندير، غنتحدى نفسي ان شاء الله في شهر 8 باش ندير شي مسافه كبيره فريمون. هادو هما لي زوبجيكتيف باش ان شاء الله لا اطال الله في العمر، نقولوا من هنا ل 2022، نقول في عطله 2021 حققت هادي، وبهذا غنكون انا فخور براسي بانني حققت نتائج ايجابيه لان انا نويتهم. حيث سول راسك ديما ماذا اريد، هذا هو السؤال الاهم، شنو بغيتي دير من هذه العطله؟ ومن بعد السؤال اللي كيجي من بعد ماذا اريد، ملي كتحدد ماذا اريد كيجي واحد السؤال واحد اخر، ماذا افعل لاستحق ولأوجد في عالمي ماذا أريد؟ نعود، السؤال الأول هو ماذا أريد؟ كيسكو جو فو؟ وات أي وانت؟ أشنو بغيت نحقق؟ أشنو بغيت ننجز؟ كتحدد، هذا هو الأول، كتكتبو ولا كتحدو. السؤال الثاني، أش كنفعل بنديرو؟ العطلة بغيت نقرا كتوبة، مزيان، هادي أنت حددتي، إوا شنو كدير يوميا؟ واش كتقرا 2 صفحات، 3 صفحات، 10 صفحات، 20 صفحة؟ ولكن ممكن تكتبوا لي اقتراحات ديالكم ديال الكتب نقراوهم، وحتى انا نكتب لكم بعض الاقتراحات اللي بغى يستافدوا، اللي بغى يقرا بالفرنسيه او العربيه. مزيان هذا لي شونج، هذا الرياضه كذلك، النظام الغذائي كذلك، هذيك 3 كيلو ولا 4 كيلو اللي زايده اللي بغيت تحيدها، هذه هي الفرصه لانك غتكون جالس ومرتاح باش تدخل بواحد الجسد صحي وجسم صحي وقوي، لان في القوه قد تستطيع بانك تحقق اشياء. كنتمنى ان هذه الخطيره تكون عجبتكم، اذا كان عندكم اقتراحات ديال خطيرات اخرين انا معكم. كاين واحد السؤال، واحد السيد قال لي واش لاواي، غنجاوب على ذاك السؤال، واش لاواي كطلع على الانسولين؟ جوابا على سؤالك يا اخي، اي حاجه لي بروتيين الا زادوا على حدهم كيتحولوا للسكريات، ميم البروتينات الحيوانيه او النباتيه الا تزادوا على الحد ديالهم الاقصى اللي كيستافد منه الجسم هو 2 غرام لكل كيلوغرام، اللي تزادوا كيتحولوا للسكريات. يعني لاواي كتحول طلع الانسولين، يعني خصك تستعملها ديما، قلبوا على الاعتدال، وفي هذه العطله نقلبوا على الاعتدال، وفي عيد الاضحى المبارك نقلبوا على الاعتدال، وتكون حياتنا ديالنا متوازنه معتدله ونزيدوا قدام. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، عيدكم مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير، انتم ومن تحبون. كان معكم طارق المليح، اللي عجبتكم الخطيره تقاسموها وركبوا على ذاك البوطون لايك، تقاسموها مع احبابكم، اكتبوا لي التعليقات ديالكم. جمعه مباركه، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.